طابت أوقاتكم. بداية النشرة مع العناوين. الراعي: ارفعوا أيديكم عن الحكومة وأفرجوا عنها. هل سيكون لقاح كورونا متوافراً للبنانيين قبل نهاية العام؟ ترامب ساخراً: سأغادر الولايات المتحدة في حال خسرت. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. أكد البطريرك الماروني الكاردينال مارك بشارة بطرس الراعي خلال عظاته في قداس الأحد أن هذه المنظومة السياسية تتجاهل عمدا وإهمالا وازدراء مطالب المتظاهرين وشعبنا، فلا تهزها ثورة ولا تفجير مرفأ ولا تدمير عاصمة ولا انهيار اقتصادي ولا تدهور مالي ولا وباء ولا جوع ولا فقر ولا بطالة ولا موت أبرياء، فلا تؤلف حكومة ولا تحترم مبادرات صديقة ولا تجري إصلاحات ولا تفاوض جديا مع المؤسسات المالية الدولية. والمسؤولون السياسيون من جهتهم فقدوا الحياء واحترام الشعب والعالم، والقيمون على الدولة عطلوا دورها ككيان دستوري في خدمة المجتمع والشعب. لا أحد بريء من دم لبنان النازف. المسؤولية جماعية والحساب جماعي. من منكم أيها المسؤولون والسياسيون يملك ترف الوقت لكي تؤخر الاستشارات النيابية وتأليف الحكومة؟ من منكم يملك صلاحية اللعب بالدستور والميثاق ووثيقة الطائف والنظام وحياة الوطن والشعب؟ ارفعوا أيديكم عن الحكومة وأفرجوا عنها، فأنتم مسؤولون عن جرم رمي البلاد في حالة الشلل الكامل، بالإضافة إلى ما يفعل وباء كورونا. غرد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر حسابه على تويتر كاتبا: كل ما أثير حول عدم استقبال طالبات ملتزمات في مستشفى جامعي غير دقيق، وقد أوضحت الإدارة كل الملابسات المحيطة. اليوم وقت حث جهود المستشفيات لاستقبال مرضى كورونا ومتابعة محتكري الدواء ومحاكمتهم، لا وقت للتلهي والعبث بمسلمات وطنية. على صعيد آخر، أكد وزير الصحة أن الوزارة حجزت حصة لبنان من لقاحات كورونا والتي تتوفر للبنانيين بالحد الأقصى في شهر كانون الأول، أي قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى احتمال كبير بالحصول على اللقاحات في شهر تشرين الثاني، والدفعة الأولى من اللقاحات ستتوفر في المرحلة الأولى ل 20% من اللبنانيين، على أن يتواصل تدفق اللقاحات في الأشهر القادمة لجميع المواطنين اللبنانيين، بينما تتكفل المنظمات الدولية المختصة باللاجئين تأمين اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة للسوريين والفلسطينيين المقيمين في لبنان. وللمزيد من التفاصيل حول اللقاح وآخر تطورات كورونا في لبنان، ينضم إلينا أخصائي الأمراض الجرثومية البروفيسور جاك مخباط. يعطيك العافية بروفيسور. أهلين. أهلا فيك. أهلا فيك. بدي بلش معك بموضوع اللقاح. هل فعلا نحن واصلين للقاح قبل نهاية العام الحالي؟ هل بتنصحوا كأطباء باللقاح؟ وهل اللقاح كيف يتجنبنا كورونا؟ أنا صراحة مني أكيد أنه في بالوقت الحاضر لقاح معتمد للكورونا قد يتم استعماله عالميا. في عدة لقاحات عم ينشغل عليها، في فوق 150 لقاح عالميا، في شيء 6 أو 7 جديين ومتقدمين في الدراسات منهم، وتحصل في الوقت الحاضر دراسات ميدانية على صعيد كبير جدا، يعني بعشرات الآلاف لبين مئات الآلاف من الأشخاص يتم تطعيمهم.
وهناك اللقاح البريطاني واللقاح في ثلاث لقاحات امريكيه، وفي ثلاث لقاحات صينيه، وفي لقاح روسي. يعني هاللقاحات هيدي، في لقاح اوروبي كمان. اذا كل هاللقاحات هيدي تم درسها في المختبرات، ويظهر انها تحدث في بعض الدراسات الاوليه عند الناس انه بصير في اظهار مناعه عند الاشخاص يلي او بالقليله تظهر مضادات حيويه في دم الانسان الذي يتم تلقيحه، وحتى في بعض الحالات يتم تحفيز الليمفوسيت، الخلايا الليمفاويه، لمكافحه الفيروس. انما ما في بالوقت الحاضر، ما في، وبرجع بجزم، ما في بالوقت الحاضر اي دراسه فينا نبرهن 100% انه اشخاص تم تلقيحها وتم يعني اختلطت بالفيروس انه وما انصابت بدايتها من الفيروس. هيدي ما فينا نعرف، خاصة انه عم بيجي الدراسات على التلقيح عم تيجي بنفس الوقت مع اللوك داون، مع التسكيرات يلي عم بتصير بانحاء العالم، يلي نوعا ما عم بتخفف الاصابات. اذا مشان هيك من الصعب بالوقت الحاضر، ولكن نعرف انه في عشرات الالاف عم يتم دراستها. وهناك يمكن المهم انه نعرفه انه الناس عم تسال، طيب يا عمي الامارات العربيه المتحده عم تبلش دراسه، اشترت وجابت لقاح صيني وعم يشتغلوه، مزبوط، انما هذا على سبب دراسه وليس في مجال تطبيق على عامه الشعب، فقط في مجلس دراسة. وخاصة أنه الإمارات العربية المتحدة هي عندها أكثر تنوع بالسكان، فلذلك بنقدر نعرف إذا صار دراسة هناك، إذا هاللقاح عنده فعالية على عدة أنواع من الناس، عدة من الشعوب، فلذلك تم استعمال هذا اللقاح ودراسته في الإمارات. إنما في باقي بلدان العالم بالوقت الحاضر لا يزال اللقاح قيد التجارب، وأكثرية الشركات يلي من كل الشركات ما حدا منهم عم بيقول انه قد يتم تسويق اللقاح بشكل جدي قبل اواسط شهر قبل اواسط سنة 2021. بس صحيح بالوقت الحاضر انه في دفش من السياسة لتسويق والحديث انه اكتشفنا اللقاح، وذلك من قبل إدارة ترامب ليقول أنه اكتشفنا اللقاح قبل الانتخابات الأمريكية، ولكن هيدا منه بالوقت الحاضر دقيق. بروفيسور، بدي أسألك بعد عن اللقاح قبل ما ننتقل لموضوع لجنة كورونا، وإذا في توصيات جديدة هذا الأسبوع. بس بالنسبة أنا مني أكيد اللقاح اللي عم تحكوا عنه، اللي تحدث عنه معالي الوزير، هو لقاح الكورونا ولا لقاح الإنفلونزا؟ لا، حكي عن لقاح الكورونا. مني أكيد، يمكن لقاح الإنفلونزا، لأن بالوقت الحاضر ما له علمي أنه في أي قرار باستقدام لقاح كورونا إلى لبنان، وخاصة أن لبنان ليس في صدد القيام بدراسة إلا إذا شيء أنا ما لي علم فيه، وتم قرار وضع لبنان في دراسة. هو كان واضح بحديثه أنه الوزارة حجزت حصة لبنان من لقاحات كورونا، هيك قال. من وين؟ من موقع عالمي، ما بعرف من وين، من روسيا، من الصين، من أمريكا، من بريطانيا، من وين؟ بدي أسألك عن موضوع اللقاح. في حملة عالمية منا جديدة، ولكن هلأ رجعت تجددت مع موضوع لقاح كورونا. في حملة عالمية بترفض إعطاء اللقاحات وبتحذر تحديدا من لقاح كورونا، وعم ينعطى لأبعاد أمنية، سياسية، صحية. شو دقت لامين حكا؟ يعني صراحة اللقاح، نحن بنعرف أن اللقاحات إجمالا كان عندها فعالية عظيمة عبر التاريخ، وكل الأمراض اللي كانت تحصد الأطفال بكثرة من زمان، من بدء التاريخ تقريبا اختفت مع اللقاحات. يعني بلشنا بالجدري اللي اختفى كليا، الحصبة اللي شبه اختفاء،
نعم الجدري الشلل الأطفال، يعني ما عدنا عم نشوف شلل الأطفال. بس ما كان في مفاعيل سلبية بروفيسور؟ أكيد بيكون في مفاعيل سلبية أكيد، بس أنت مستعدة فيك تقبلي إنك تعملي لقاح ل10 ملايين شخص وتحمي 1000 ولد من الشلل الأطفال وتتحملي خطر إصابة طفلين بتفاعلات ثانوية، شو رأيك؟ نعم، أنا نفس الشيء بالنسبة لكورونا. بكل شيء، بكل الدواء اللي بتعطيه، حتى إذا شربتي مي في خطر بقى. لازم كل شيء عم نعتمده، خاصة لما بنحكي لقاحات عم نحكي على شيء له علاقة بالصحة العامة اللي ما نعم. في تمديه على شخص أو شخصين. هيدي الدراسات تقام بها وتدرس ويتم التحليل على مئات الآلاف من الناس. طيب بالنسبة للبنان وكورونا، حضرتك أيضا عضو اللجنة اللي بتتابع موضوع كورونا وبتجتمعوا بشكل دوري. التوصيات، في توصيات جديدة هذا الأسبوع، هل نتجه إلى إقفال تام ولا بعدنا بسياسة إقفال البلدات؟ لأنه هيدي السياسة ما بعرف إذا بتوافقني الرأي، أثبتت أنه ما كتير عم بتأثر على انخفاض الأرقام وبالتالي تطرح علامات استفهام حول جدواها. اوكي، اول شيء بعد ما يعني ما صرنا اسبوعين بلشنا بهالطريقه الاقفال تنقول البلدات البلدات او اقفال المناطق. ثانيا وللاسف الاقفال ما عم بيصير بطريقه يعني ما في التزام تام من قبل المواطنين. صحيح انه الامن الداخلي عم بتقوم بقد ما فيهم عمل هائل بتسكير المحلات يلي ما عم يلتزموا، بتسكير الاماكن يلي ما عم يلتزموا والى ذلك، ولكن في اشياء ما فينا نسيطر عليها كليا حسب المنطقه وحسب قديش بعدها عن العاصمه. اذا عدم الالتزام والوقت القصير اللي صرنا هلا عم نلحقها ما بيسمح لنا انه نقيم انه هالطريقه هالسياسه هيدي كانت فاشله او لا. ثالثا نحن اللي عم نشدد عليه هي تثقيف الناس، انه الناس لازم يبلشوا يفهموا ويتعلموا وضعيه الكورونا ووضع الكورونا. لذلك الحكومه حاليا وضعت خريطه تجدد يوميا او اسبوعيا لاعلام الناس وين المناطق اللي فيها اكثر شيء اصابات، حتى يكون في التزام اكثر وتشديد اكثر. نحن انا برايي لبنان كثير صغير، واصابه وحده باي منطقه بلبنان هي مشكله خطر، ونحن هلا عم نشوف اكثر باكثر. ما في حي، ما في منزل، ما في عيله، ما في شارع، ما في منطقه الا ما فيها اصابات. لذلك اذا اصابه وحده بتكفي، هيدا فيروس عم ينتشر بسرعه كثير كثير سريع، ويجب الالتزام بالوقايه الكامله، يعني الكمامات، غسيل الايدي والتباعد الاجتماعي. وانا بهني قوى الامن الداخلي انه امبارح حطوا الشمع الاحمر على مطعم ببيروت، كان في اكتزاز وكان في ناس قاعدين مجتمعين بكثره، واجوا سكروا المحل، وهيدي بهنيهم عليها. يعني مش راجعين لاقفال تام برايك؟ انا برايي اقفال تام اول شيء مفعوله مؤقت، يعني اذا عندنا اقفال تام رح يكون مفعوله وقت الاقفال التام، شيء انه بترجعي بتفتحي رح ترجع الاشياء من اول وجديد، لان ما فيك تلغي كليا اي فيروس موجود، بدك تطلبي من العالم كله انه يعمل اقفال تام. نعم. العالم كله، وهيدي مش وارده. مش وارده. شكرا كثير. نعم تفضل. التزام ما لنا اكيدين منه، ما في اكيد منه. ثالث شيء، اذا بدك تسكري لمده طويله من الوقت، مش جمعه وجمعتين بس، بدك تبدي لست اسابيع وثمان اسابيع، واذا عملناها هيك بهالطريقه الاقتصاد ما بيحمل، الاقتصاد الوطني اللي ما بقى يحمل شيء. شكرا كثير لك البروفيسور جاك مخباط، الاخصائي بالامراض الجرثوميه والمعديه. نبقى في الازمه الاقتصاديه التي يعيشها لبنان بين الكاش والكارت، اللبنانيون حائرون، والتفاصيل في تقرير للزميله جينيفر مزرعاني.
بعد صدور قرار مصرف لبنان اللي بيفرض وضع سقف لسحوبات المصارف بالليرة، قامت بعض المصارف بدورة بتخفيض سقف السحوبات النقدية بالليرة اللبنانية على المودعين تجنباً لدفع رسوم وفوائد لمصرف لبنان بحال اضطر البنك إلى سحب مبلغ بفوق 5 مليارات ليرة. هالأمر بيشجع المودعين على اللجوء إلى البطاقات المصرفية مثل الكريدت كارد والديبت كارد لتلبية حاجاتهم اليومية، لكن هل بفضل المواطنون الدفع كاش أو بالكارد؟ أكيد الكريدت كارد، لأنه كاش البنوك ما عم بسحبونا، فكيف نحن بدنا نقدر نصرف؟ فكل المطارح اللي فينا ندفع فيها بالكارد أكيد بدفع فيها بالكارد. هلا بالوضع أكيد كاش. It's not secure to تحمل معك كاش بجيبتك وين ما تروح وين ما تجي، سو اسهل لك تحمل مبلغ صغير وكله يكون على الكارت. انا ما معي لا كارت بالاول وعم بدفع هيك كاش. كاش نحن عم ندفع، كارت ما في حدا عم يدفع. بفضل اقبض مصرياتي من البنك وعيش فيهم مرتاحه وانا اقرر اذا بدفع كاش ولا كارت. قسم كبير من المحلات التجاريه ما بتقبل الدفع بالبطاقات المصرفيه مثل محطات المحروقات وغيرها. هالأمر بيعود أيضاً لتعميم مصرف لبنان رقم 573 اللي بيفرض على المؤسسات التجارية الدفع بالليرة اللبنانية نقداً، مما بيؤدي إلى زيادة الطلب على الكتلة النقدية. تاني شغلة، مثلاً أنا إذا بالنسبة لي الدفع عندي بالمحل صرت عم فضل يكون كاش مش في البي أو إس، لأنه أصلاً الشركات كلها ما حدا عم يقبل تشيكات منها. أكيد كله كاش وعلى اللبناني أكيد. كارت أبدا ما حدا عم يدفع ونحن ما بنستقبل اسم كارت. لا على الكاش أكيد مش على الكارت، لأن دجا البنوك ما عم نقدر نسحب منها شيء، وعلى الكاش لأن تقدر تكمل شوي بمصلحتك. المصارف بتقول إنه الإجراءات مؤقتة وبتساهم في تنظيم وضبط السوق، وتشير آخر الأرقام إلى إنه مئات الآلاف من اللبنانيين بيملكوا بطاقات مصرفية بتمكنهم إما السحب عبر الصراف الآلي أو استخدامها للدفع في المحلات التجارية. وإذا توقفت بعض المحلات عن استقبال البطاقات المصرفية فهي بهالطريقة بتكون عم تخسر زبائن. آخر أرقام عن بطاقات الدفع والسحوب اللي بتستخدم للسحوبات من الصراف الآلي بتفرجي إنه كان في 3 ملايين بطاقة بآخر 2019، منهم 1,800,000 بطاقة هي للسحوبات وللدفع، وزادت هالأرقام بتقريبا 160,000 بطاقة فقط بآخر 3 شهور من 2019. وكمان أرقام لغاية آخر 2019 بتفرجي أنه في 48,000 محل بلبنان بيقبل البطاقات الدفع. أنا برأيي بال 2020 زاد عدد البطاقات، خصوصا بطاقات السحب من الصراف الآلي، وهيدا بيكون لصالح المواطن، يعني لأنه إذا بتراجع استخدام السيولة النقدية بالسوق هيدا بيساعد على لجم التضخم. في ظل زيادة الطلب على العملة الورقية بيتخوف عدد من الخبراء الاقتصاديين من ظهور سوقين للعملة الوطنية، سوق للليرة النقدية وسوق للليرة المودعة بالمصارف اللبنانية. إذن تضارب في المعلومات حول جدية تطبيق الحد من السحوبات بالليرة اللبنانية وبيان لجمعيات المصارف يؤكد تأمين السيولة النقدية بالليرة بشكل طبيعي، حيث يشرح الباحث الاقتصادي والمالية الدكتور محمود جباعي التعميم الصادر مؤكدا أن المصارف تنظم عمليات السحب. المصارف نفت أنه هي تدق بأموال المواطنين أو المودعين، يعني المصارف هي أصلاً بالتعميم مصرف لبنان ما حكى عن الأفراد، هو حكى عن علاقة المصارف التجارية مع مصرف لبنان، يعني ما حكى عن وضع سحوبات أو وضع ضوابط على سحوبات أو أموال المودعين مثلاً من المصارف. المصارف التجارية تنظمت علاقتها مع مصرف لبنان على استعمال الودائع بالليرة اللبنانية لحتى ما نقدرش عن قدر حجم الليرة اللبنانية بالسوق. يعني مصرف لبنان بالفترة الماضية مثل ما قلنا لجئنا للدولار 3900، عملنا اللولار فحولنا الدولار الموجود بالمصارف لعملة لبنانية، هذا العكس على السوق اللبناني وقتل عرض الليرة اللبنانية بالأسواق، فصارت أكبر بكثير من عرض الدولار، فبالتالي شو صار؟ نهار سعر صرف الليرة اللبنانية من جهة، تضخم مالي من جهة تانية. هون بدنا نأكد أنه هذا إجراء نقدي، يعني مصرف لبنان هو مخول بالسياسة النقدية. أنا ما عم دافع عن مصرف لبنان كمصرف لبنان، أنا عم دافع عن التعميم وإيجابياته كخفض حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وهذا مطلب معظم الباحثين والخبراء الاقتصاديين بالبلد، انه يا جماعه حجم الكتله النقديه بالليره اللبنانيه عم يفوق بكثير حجم الدولار، فبالتالي ما في امكانيه ابدا علميه او عمليه بتخلينا ننزل الدولار اذا ما سحبنا هيدي السيوله النقديه من ايدين الناس من السوق، وهذا الامر اساسي
مفروض مصرف لبنان كان يعمل تعميم مبكرا بهذا الامر الاستفادة من هذا التعميم واستعماله بشكله الصحيح، رح يؤدي تلقائيا لتخفيض حجم الكتلة النقدية بالسوق اللبنانية فيما بعد لحجم اقل بكثير من 23 الف مليار. هون بنبلش نحكي عن امكانية تخفيض سعر صرف الدولار، لانه اي اجراء اخر مؤيح او اي مصرف او المصرف لبنان او غيره من دون ما نلجا لعمليه امتصاص السيوله النقديه بالليره اللبنانيه من الاسواق ما بنقدر نوصل لعمليه ناجحه بتخفيض سعر صرف الدولار. طبعا هيدي قلنا سنه، اما الى الان انا عملت تواصل مع عديد من المصارف التجاريه وكذلك الامر وصلنا مع حدا مصرف لبنان قالوا لا نحن ما في عندنا ابدا اي نيه لتخفيض السحوبات على المواطنين او على الموظفين. ما حكى ممكن يكون في تنظيم لعيد السحبات، مثلا هذا الاسبوع انت معاشك 3 مليون بتاخذ مليون ونص، الاسبوع اللي بعده مليون ونص، ولكن ما في انه والله لا لازم تاخذ جزء بسيط منهم بالليره اللبنانيه بالكاش والباقي على الاي تي ام او غيره. هذا الامر منه دقيق اساسا، عم يتداول بين الناس وعم يتداول بين بعض المحللين، ولكن هو ما في اي تعميم رسمي بهذا الامر ومنه حقيقي الى الان. نحن ما فينا نبني الا على الشيء المقتضاه، يعني بعد دخول هذا الامر لحيز التنفيذ نحن ممكن نحل، ولكن إجراء مصرف لبنان الحالي وجمعية المصارف بعد ما في أي أمر بيقول إنه نحن بدنا نعمل على الأفراد ضوابط أو سحوبات أو كاميرات الكنترول. فاصل إعلاني قصير نتابع بعده النشرة. أهلا بكم من جديد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن يكثفان جهود استمالة الناخبين قبل المناظرة الأخيرة. قبل ما يقارب النصف شهر على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 23 الثاني المقبل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ساخرا أمام جمهوره خلال تجمع في إطار حملته الانتخابية في ولاية جورجيا إنه قد يغادر البلاد في حال انهزامه أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن. ووصف ترامب بايدن بأسوأ مرشح في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث قال: التنافس مع أسوأ مرشح في تاريخ السياسة الرئاسية يضعني تحت الضغط. وأضاف: هل تتصورون لو انهزمت طوال كل حياتي ماذا سأفعل؟ سأقول أنني انهزمت أمام أسوأ مرشح في تاريخ السياسة. إلى ذلك ارتكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي غالبا ما يسخر من أخطاء خصمه الديمقراطي جو بايدن هفوة بوصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برئيس الوزراء. I'll put it out there. People can decide for themselves. I don't take a position. You're not like someone's crazy uncle who can just retweet whatever. That was a retweet. And I do a lot of retweet. وجاءت هفوة ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية ميشيغان فيما كان يعدد الإنجازات التي تحققت خلال عهده. وكان يتحدث ترامب عن اتفاق التبادل التجاري الحر مع كندا والمكسيك، ثم ذكر اتفاق باريس للمناخ الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بعد انتخابه عام 2016. وقال المرشح الجمهوري: أتعلمون ما الذي أوقفته أيضا؟ اتفاق باريس حول البيئة. أحب رئيس الوزراء ماكرون كثيرا. في المقابل أعاد ترامب نشر تغريدة تزعم بأن أسامة بن لادن لا يزال على قيد الحياة ومن قتل في الغارة كان مجرد بديل، ما أثار جدلا واسعا في الولايات المتحدة. والتغريدة التي أعاد ترامب نشرها تعود لحساب مرتبط بكيو أنون، وهو تشكيل غير معروف الهوية مؤيد لترامب يروج لنظريات المؤامرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الهدنة الإنسانية في أرتساخ تدخل حيز التنفيذ منذ منتصف ليل أمس، وأرمينيا تتهم أذربيجان بخرق الهدنة. أشخاري همار دوهار تشلوس لارس Մեզ համար պարքեր, որ տվեց աստված. بعد التوصل لهدنة إنسانية جديدة في جمهورية أرتساخ، اتهمت أرمينيا أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غضون دقائق من دخولها حيز التنفيذ. وكان تم الاتفاق على هدنة لتبدأ في منتصف الليل بالتوقيت المحلي، لكن المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية ستيبان شوشينيان قالت إن أذربيجان انتهكت وقف إطلاق النار بعد 4 دقائق فقط بإطلاق قذائف مدفعية وصواريخ. وقبيل ساعات من هذا الإعلان تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بشأن خرق الهدنة وقصف المناطق السكنية مع استمرار القتال في أرتساخ.
في المقابل قالت وزارة الخارجية الأرمنية إن 3 مدنيين أصيبوا بنيران آذرية، مضيفة أن عددا من الطائرات الآذرية المسيرة حلقت فوق تجمعات سكنية في أرمينيا وهاجمت منشآت عسكرية وألحقت أضرارا بالبنية الأساسية. إلى ذلك رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان، لافتا إلى أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون غير مشروط وأن يحترمه الجانبان. نشرتنا مستمرة ولكن نتابعها بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. ارتفع عدد حالات الإصابة بكورونا في العالم بأكثر من 400 ألف للمرة الأولى في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، في زيادة قياسية في يوم واحد، بينما تفرض أوروبا قيودا جديدة للحد من التفشي. وباتت أوروبا التي نجحت في الحد من موجة الإصابات الأولى بؤرة جديدة لفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، وسجلت 140 ألف حالة في المتوسط يوميا خلال الأيام السبعة الماضية. وتسجل أوروبا كمنطقة حالات يومية أكثر من الهند والبرازيل والولايات المتحدة مجتمعة، ومن بين كل 100 إصابة حول العالم كانت هناك 34 إصابة من دول أوروبية بحسب تحليل رويترز. في الخبر الأخير، ذكرت صحيفة The Daily Mail البريطانية أن السيارة التي استقلها جون كينيدي صباح يوم اغتياله بيعت مقابل 375 ألف دولار في مزاد. ووفق تقرير الصحيفة المذكورة فإن السعر كان أقل من المتوقع، إذ توقع الباعة في المزاد أن تباع بما يقارب 500 ألف دولار. يذكر أن السيارة لم تكن جزءا من أسطول سيارات الأمن الخاصة بالرئيس، لكنها أقرضت إليه للزيارة، لكن سترة جلدية تابعة للطائرة الرئاسية وكان يرتديها الرئيس وصل سعرها إلى أكثر من 250 ألف دولار. مع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. شكرا لحسن المتابعة. للمزيد تابعونا عبر فيسبوك، تويتر وموقع otv.com.lb. إلى اللقاء.